بيكون بنتكلم على معدلات نمو ما بين 5-6%، عشان بعد 18 ان شاء الله تبدا الارقام تعلى عن هذه الارقام بصوره كبيره جدا. لكن جنبك الى جنب مع ده ما ننساش البعد الاجتماعي للمواطنين، وده من خلال مجموعه من المشروعات ايضا اللي الدوله مقدماها. فيما يخص قطاع الاسكان، احنا عندنا 3 مشروعات كبيره. الاسكان الاجتماعي، وده يمكن المشروع اللي سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بنفسه يعني النهارده بيدفع فيه بقوه كبيره جدا، وبنتكلم هو المشروع الاضخم على الاطلاق في تاريخ مصر وعلى مستوى الشرق الاوسط ومناطق